يقول أي من أسئلة حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكر في الصحيحين بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ما معنى المباشرة هنا؟ لمس، معناها لمس المرأة، يجوز أنه يباشر زوجته وهو صائم، يعني يلمسها أو يقبلها إذا كان يملك نفسه عن الشهوة. عائشة تقول إنه صلى الله عليه وسلم كان أملك كل جلده. الشاب والشابة واللي يخشى منهم تحرك الشهوة لا يجوز لهم تقبيل ولا يجوز لهم المباشرة وهم صبيان. أما الإنسان الذي عنده منعة من شهوته ولا يخشى من تحرك الشهوة فلا بأس بذلك.